I would like to go there at the back of the house where a high school teacher caught us when making out. You and me, perfect strangers, but really not at the same time. Nothing can come between us. You and me, we're staying alive, alive forever, alive. So hear me. مرحبا. كيفكم يا احلى عيلة عصام ونور؟ اشتقنا لكم كتير كتير ورجعنا لكم بفيديو جديد. هلا اللي عم يشوفنا لاول مرة ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لنا لايك للفيديو، وكمان تابعونا على الانستغرام والسناب شات، حتلاقوا روابط تحت بصندوق الوصف. هلا هذا الفيديو طبعا مو من اختراعي، من اختراع نور، يعني نور اختارت هذا الفيديو. مو من اختراعي لكن من طلب المتابعين، هن عم بعثوا لي كثير، عم تبعثوا لي على الانستغرام انه نور سوي هذا الفيديو تبع انه انا اقرا رسائل عصام على الخاص، واليوم رح اقراهم. حرام عليكم. هنا عم يطلبوا مني كتير انه اعملي هيك فيديو واقرا لك الرسائل تبعك على الانستغرام على الخاص. على الخاص؟ ايه لكن طبعا شو على اساس ثقة وما ثقة وما بعرف شو. لا والله انا بثق فيك، بس كل شيء لحال. نحن كتير بالعكس بنثق ببعض، وانا والله 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 انه ولا مرة مسكت موبايلك وقريت انه خاص او شيء. ما انت بتعرفي. لا والله، بس شو امبارحة ما انت بتعرفي بينتي حقيقتك. لا اولا المتابعين هن طلبوا مني، وثانيا انا امبارحة اجاني مسج. ايوه صراحة، ورح اقراها هلا قدام المتابعين، وهذا المسج هو اللي خلاني اني انا اعمل هذا الفيديو. هو هذا المسج اللي خلاها انه أيوة. لتعمل هذا الفيديو وتكمش موبايلي وتقرا الرسائل. رح فرجيكم، انا رح اقرا لكم، رح ينكشف المستور. رح اقرا لكم المسج اللي اجاني امبارحة. في وحدة كاتبت لي: لا كتير تنغري بحالك انه الناس بتقلك مبين عمرك صغير. حبيبتي انت مبينة اصغر لانه ماخذة شاب بيقبروني عيونه وطوله، وبكرة بس يصير عمرك 40 وتدخلي سن اليأس فرجينا حالك. وعم تضحك. شو دخلني؟ شو الموضوع؟ لا انا مو هيك قصدي، قصدي انه في ناس، معناها انه مع تأكيد انه في ناس بتبعت لك على الخاص، طالما في ناس عم تستفز مني. هلا اكيد في ناس تبعت لي على الخاص، في ناس تبعت لك على الخاص يعني. ايه فحبيت هلا انه اعمل هذا الفيديو، ورح نبلش هلا واقرا لك مزاجك على الخاص يا عصام. وهلا خلونا نبلش الفيديو. هلا انا متوتر كثير. رح بلش وافتح الانستغرام وشوف رسائلك على الخاص. عندك هون زائد 99 مسج مالك فاتحهم. هلا رح نبلش واقراهم. بسم الله بسم الله. عنا اول مسج، وحده بتقول ما رح طبعا نذكر اسماء. مرحبا. لا ما صرت تذكري اسماء. ايه هلا رح نفتح اول مسج عشان الخصوصيه. هي عم تقول: مرحبا كيفك، انا بتابعك على اليوتيوب، بتمنى ترد علي، انتوا عيله بتجنن والله يخليكم لبعض. ها شوفي الرسائل ما احلاها. شكرا وكلك ذوق. عن جد شكرا وكلك ذوق. كلام حلو. هاي المسجات يعني. تسلمي ونحن بنحبكم لكلياتكم. هلا رح شوف اللي بعدها. طلعت الشمس. طبعا بالنسبه لا حبيبتي. اي والله. ايه على فكره هلا المسج اللي بدي اقراه ايه هي نفسها اللي بعثت لي. انا كنت عم غير الموضوع. شو بدي اقول له انه هون بالسويد الشمس شوي بتطلع وشوي بتروح وكذا. ايه يمكن هلا بتختلف اضاءة عندكم، بس انه مشان ما تتوتري شوي انت. لا انا توترت وخلصت اصلا، حسيتها بلشت يعني. لا هي لانه شفت اسمها، هي نفسها اللي بعثت لي المسج لإلي. هي عم تقول: مرحبا عصومي. وعصومي كمان. لا شو بدك تجي تتصوري جنبه؟ اصدقاء. اصدقاء عصومي. اصدقاء عم بدلعك كمان. كتبت لك: انا كثير 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 بحبك. وانا بحبكم كلياتكم. بتحب لا؟ استنى. بحبهم كلياتهم. بحب المتابعين لكم، ونحن عيلة واحدة. ايه وانا كمان بحبهم كلهم. ايه. ايه قلت لك: انا كثير 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 بحبك، بليز رد علي. انا بموت عليك بعشقك. ردت عليكي نور، انا ما دخلني. بتعشقي؟ على فكره انا احلى من نور، واذا بترد علي ببعث لك صوري. شو رايك؟ شو رايك؟ عم تقلك انه هي احلى مني، واذا بترد عليها ببعث لك صوري. هلا بالنسبه للجمال بصراحه لحاكيكم شغله، انا ما بشوف احلى من نور. هو مو مجامله، هي بتعرف هذا الشيء. تستملي. اما بالنسبه للي بيبعث لي صور وكذا وهيك، يعني هلا نحن انا ونور معرضين كثير لهيك اشياء يعني. يعني احنا انه يعني ما بعرف هاي المواضيع انه
لا خليني يعني بعيد عن حياتنا يعني بعيد كتير كتير عن حياتنا. عصام بدك انا برد عليها حبيبتي، لا تعصبي حالك ولا تبعتي صورك، انا ما رح يرد عليك عن فاضي والله. ايه واحتمال هلا ينعمل لك بلوك كمان. ولا وهون كمان انا هو احتمال شكلك رح تعملي لها لا، وبعت له مره انت مالك رد عليها، رجعاني هي بعتي معك والله كفو طلعت معك تبعت كمان مره. خليني كفي لك شو بعت لك، استنى شوي بعت لك معك حق تشوف حالك علينا. الو الو بتقولي انا هون بعد بكره ما يرد عليكي. هلا اول شيء نحن ما بنشوف حالنا على حدا، نحن مثلنا مثلكم مثل كل الناس. طبعا هون بالسويد كثير بيشوفونا ناس وبيسلموا علينا وكذا، وبيقولوا لنا انتم اللي بتطلعوا على اليوتيوب يعني انه بنحكي معهم عادي وكذا. ايه وبيشوفوا انه كيف ردت فعلنا انه جدا عاديه يعني. بس طبعا نحن يعني ما بنرد على الكل، ما بنقدر نرد على الكل لما بنعمل يعني حدا بيشوفنا بالطريق. ايه اه فهمت عليك. طيب هلا رح اشوف في مسج ثاني كمان من بنت بتقلك هاي كيفك، حابه اقول لك شيء حيات. اني بحبك وبتابع كل فيديوهاتك وانت كتير مهضوم وبتمنى يجيني واحد مثلك يكون رومانسي ويهتم فيني. ان شاء الله الله يطعمك. الله يبعث لك واحد مثل عصام يكون ما في منه. ايه الله يطعمكم يلي انتو بتحلموا فيه واللي انتو بتكون اياه بشكل عام يعني، ان كان شاب او بنت. هلا نشوف المسج الثاني. خدوا على مسجات 99 بلوس يعني. احنا ما رح نقراهم كلهم بس اللي بيلفت نظري. ايه رح دور هلا. كاتبت لك مرحبا انا اسمي توت، طبعا ما رح اقول اسمك، وبحبك كثير وما بعرف شو عاجبك بنور. شو عاجبك فيني؟ شو عاجبني؟ هي كاتبه هيك، قال بحبك كثير وما بعرف شو عاجبك بنور. هلا نور اغلى شيء بحياتي، هي بتعرف هذا الشيء. اما شو عاجبني اما شو عاجبني بنور يعني انا بشوف حياتي كلها هي نور. اللي بعده لا لسه مكمله، يلا دقيقه شوي كفي لك اياها مو خلصت هيك. بتمنى انه تشوف رسالتي وانه تتواصل معي، عندي كثير حكي حاب احكي لك اياه، بحبك. ونحن بنحبكم كلياتكم. بحبك العافيه حبيبتي، وانا كمان كثير بحبك. هلا نشوف اللي بعده. مرحبا عصام كيفك، انا متابعتك على اليوتيوب وبحبك كثير، ممكن تعطيني رقم هاتفك وعنوانك؟ حابة ابعت لك هدية ويا ريت ترد علي بليز، لانه عن جد انا كثير بحبك. نحن كثير بنحبكم. شو بدك؟ بدي رقم موبايلك. رقم موبايل، رقم هاتفك وعنوانك. حابة ابعت لك هدية. حابة ابعت لك هدية. هلا اكيد نحن بنحبكم كلياتكم، واكيد يعني نحن الهدية ما حدا فينا يرفضها، بس الواحد ما بصير انه يعني في كتير ناس يعني على سبيل المثال بدي قلنا على السناب شات انه مكالمة انه الساعة واحدة بالليل. ايه عن جد الساعة واحدة بالليل انا بستغرب يعني، او حدا بده رقم الواتس اب تبعك او هيك. هلا في شغلات يعني انه خصوصية جدا يعني. نعتذر طبعا اكيد يعني، شو رقم تليفون يعني حنترافق شوي تاني. عصام شوف هاي شو كتبت لك، قال كيفك عصام شو اخبارك، ان شاء الله بخير. الحمد لله كتير بخير، انا بحبك كتير 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 كتير، ورح اقول لك شغلة انه نور ما بتحبك. لا بتعرفي شو انت وينك انت من زمان، انا هلا عرفت. وانت شو عرفك انه انا ما بحبه العصام؟ قال قلت لك انه انت انه انا قال ما بحبك ولانه بتخلص لك كل مصرياتك. قال لا انا بخلص كل مصرياتك، انا لو متزوجتك ما بدي منك شيء بس اني اكون جنبك. يا ريت ترد علي بكون اسعد انسانه. رح رد عليكي. انا بحبك ولا ما بحبك عصام؟ اول شيء بالنسبه للحب، بالنسبه لنور يعني انا ما بستنى نور لحتى انه هي تقول لي بحبك ولا ما بحبك. انا كشخص يعني بعرف انه هي قديش بتحبني. والله بحبك انا كثير، بعرف انه نور قديش بتحبني. وهي الشغله طبعا اي شاب بيعرف اذا البنت اللي معه هي بتحبه ولا لا بدون ما هي تقول له. هي اول شغله. الشغله الثانيه شو كان بدها هي؟ انه هي قال اذا بتتزوجها لإلها ما بدها منك اي شيء بس انه تكون جنبها، ويا ريت ترد عليها بتكون اسعد انسانه. طيب رح رد عليكي بهذا الشيء انه هلا عم رد عليكي. انا اللي رابطني بنور مو موضوع بس زواجه، بس اللي رابطني بنور هو الحب. انا كثير بحبها لنور، ومو موضوع انه بس زواجه واطفال، هذا الشيء تكمل يعني انه تكمل للحياه. اما انا كثير بحبها لنور وفي شيء بارواحنا مشتركه يعني، غير موضوع الزواج والاولاد والحياه العائليه يعني. ايه بس هيك قلت لك انا مخلص لك مصرياتك، شكلها شايف الفيديو تبع انه عم تشتري انت وهيك، فمشان هيك بعد ايه مصارينا وحده انا. هلا رح ننتقل على اللي بعده كمان.
هي وحدة. أنا ليش عم تاخذي في شغلات؟ لا أنا عم دور كتير. هي عم تبحبش على الشغلات. أنا عم بحبش على الشغلات اللي فينا إنه لا يعني إنه في كتير طبعاً كاتبين يعني في كتير كاتبيننا مثلاً أنتوا أحلى عيلة وأنتوا كذا وأنتوا والله العظيم يعني عيلتنا كمان. عن جد نحن كتير بنحبكم. بالفعل أنتوا عيلتنا يعني. إيه وفي منهم أكيد يعني ما بيكون كلهم هيك ببعتوا شغلات، في ناس تبعت كتير كلام حلو وكتير بنفرح فيه. هلا رح شوف المسج كمان هذا رح أقرأ. واحدة عم بتقلك مرحبا عصام، معك اسمها كاتبة، رح أعرض عليك عرض، إذا بتترك عرض زوجتك رح أعطيك بيت وسيارة ورصيد بالبنك. لا هي الشغلة بدها تفكير. أيوة صار الشغلة فيها بيت وسيارة ورصيد بالبنك. بدها تفكير هي شو؟ شو بدك؟ طيب شغلة فيها عرض، فيها شو قالت؟ بيت وسيارة. عم بتقلك رح أعرض عليك عرض، إذا بتترك زوجتك رح أعطيك بيت وسيارة ورصيد بالبنك، فكر بالموضوع وإذا عجبك راسلني، منتظرة ردك، لا تفوت العرض. عصام أنا برأيي ما تفوت. هلا رد اسمعني أعطيها رد. أنا فيها بس سيارة الشغلة رصيد بالبنك. بحب أقول لك إنه نحن مو من يعني مو من الناس يلي تنباع وبتنشر. صح هذا ردي لك. عرفتي كيف؟ في كتير بيجينا مسجات، في كتير يعني احنا قصص بتصير معنا يعني هلا مثل نور عم تقرأ لكم شيء بتوقع شيء بسيط يعني. بس نحن مو من الناس اللي بتنباع ومننشرها. برجع وبقول لكم عليه انه اللي بيني وبين نور اقوى من اي شيء بالحياة، يعني اقوى من مصاري واقوى من 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 رصيدك اللي بالبنك وسيارتك وبيتك. ايه هي انا عم جاوبك كمان. وبرجع وبذكركم انه هي مبدأها هي القناة لنوصل لكم فيها انه انا ونور مثلا متزوجين، عيلة صغيرة، كيف منحب بعض، كيف منعيش حياتنا بحالاتها وبمرة. صح يعني مو بس انه كاتنين متزوجين، في كتير ناس اخذين فكرة عن الزواج انه بس اتنين تزوجوا خلاص بصير انه روتين وهيك. يعني لما الاتنين بيكونوا بيحبوا بعض ومتفاهمين وعايشين حياة حلوة اكيد حتكون الحياة الزوجية كتير كتير حلوة. صح؟ ابدا ديري كتير. ابدا. وهلا هيك انا بعتقد اني حاجة نقرأ رسائل. ايه هلا لهون لهون حاجة. بدك أقرأ لك كمان؟ لا حاجة. لأنه في شغلات بصراحة ما بتنحكى يعني. أي مظبوط. بس حابة اليوم خبركم على شغلة. تفضلي. إنه اليوم عيد ميلاد عصومي. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير جميعا. وأنت بخير. إن شاء الله عقبال 100 سنة. إن شاء الله. تسلمي. بس رح لكم على شغلة إنه عصام ما بحب نعمل له حفلة على عيد ميلاده، قال ما بحب حفلة عيد الميلاد. هي عم تحكي لكم على شيء أنا ما بحبه بالفعل. والله ما بحب. أنا بستغرب بصراحة بكل الناس إنه بيحتفلوا بهذا اليوم، أنا هذا اليوم صراحة ما بحبه لأنه يعني الواحد بيكبر سنة عشو بيفرح. إيه هلا هو مو مبدأ إنه واحد كبر سنة أو شيء، بيفرح مثلا إنه بهذا اليوم هذا اليوم خلقت، إنه هيك ذكرى حلوة وهيك. بس أنا للأمانة والله إني ما بحبه لهذا اليوم. والله مرة احتفلنا له وعملنا له مفاجأة وهيك انه قال قعد هيك قال انه بس ما بعرف انه انتوا هلا شو فرحانين. ايه هلا مرة انه فاجأوني بالعيد الميلاد وانه فت على البيت لقيتهم محتفلين وفرحانين وكيك. انا فتت انه ايه يعني انه بكل برادة انه جد من كل عائلكم يعني انه الواحد يكبر سنة يفرح. ايه بس انا بحبها حفلة عيد الميلاد عصام. انا بحبها. انتي بتحبي بس انا بصراحة انا بحبها يحتفل بعيد ميلادي ويقول لي كل عام وانت بخير وكذا. والله اكتبوا لنا تحت بالتعليقات مين بيحب انه بحب العيد الميلاد او اللي ما بحبه مثلا او مين بيوافقني بالراي. هلا انا ما بحب. اي بس بدي منكم كلياتكم تكتبوا له لعصام تحت بالكومنتات كل عام وانت بالف خير يا عصومي، وانتم ان شاء الله بالف خير سلفا. وحابه اقول لكم شغله انه انا رح اهدي لعصام هديه. بس الهديه ما رح تكون هديه ماديه، حتكون هديه معنويه ورح يلاقيها على الانستغرام. واللي حابب يشوف شو رح اهدي لعصام يروح يتابعني على الانستغرام رح يشوف هنيك شو انا هديته. وخلص هلا هيك وصلنا معكم لنهايه الفيديو وقرينا المسجات على الخاص تبع عصام. بس قبل ما نختم الفيديو مثل ما عودناكم معنا ثلاث اسامي، معنا سلوى من الامارات، عبد الرحمن من المغرب، نرمين من الجزائر. واذا حابين نطلع اسمكم بالفيديو اللي جاي كتبونا تحت بالتعليقات اسمكم من اي بلد عم تتابعونا. هيك وصلنا معكم لنهايه الفيديو، ما تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناه اذا ما لكم مشتركين لحتى تكبر عيلتنا. بنحبكم كثير. نشوفكم إن شاء الله بالفيديو اللي جاي. سلام.